تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة. بما أننا في سلسلة حلقات اهدنا الصراط المستقيم، وبما أن الآية التالية ربطت الصراط بالتسابق والمسابقة، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، مما يعني ضرورة أن ندرس تفرعات كلمة فاستبقوا لنفهم هل الفعل استبقوا يضمن النتيجة، أي هل يضمن وصول كل من استبق إلى هدفه الذي تسابق مع غيره من أجله، أم أنه يصور فقط حالتهم قبل الوصول إلى هدفهم وقد لا يصل بعضهم. ثم هل استبقوا الصراط تعني أنهم يتسابقون على الصراط وهدفهم هو شيء آخر، أي هم موجودون أثناء التسابق على الصراط ذاته، أم أن الصراط هو في حد ذاته هدفهم؟ أولا، كلمة السابقون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الآية فسرتها الكتب التراثية عند أهل السنة بأن الصحابة الأوائل هم كلهم مرضي عنهم وكلهم إلى الجنة ذاهبون، أي وكأن الآية اكتفت بذكر شرط الأولون، والذي يعني الشخص الذي أتى قبل غيره في الزمن، أي أن كل من أسلموا في بداية الإسلام هم أعظم المسلمين إلى يوم القيامة، وأن هذا يشمل الصحابة الصالحين ويشمل الصحابة الذين قتلوا وزنوا وارتكبوا الجرائم، وأنه يكفيهم شرفا أنهم أول من أعلنوا إسلامهم. وكأنما كلمة السابقون تعني أيضا الذي وصل أولا، أي مثل الأولون، بينما القرآن فهو منزه عن أن يذكر كلمتين تحملان المعنى ذاته، بل ووراء بعضهما بعضا أيضا، فهذا سيكون عندئذ ركاكة في التعبير وضعفا لغويا ما بعده ضعف، وحاشى القرآن عن ذلك. فلو تتبعنا المواضع التي وردت فيها كلمة سابق، أي على وزن فاعل، سنجد إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. في هذه الآيات تم تعداد صفات كثيرة، ووصف أصحابها في النهاية بأنهم للخيرات سابقون. ونلاحظ أن صفاتهم كلها تتعلق بالمعنويات، فالخشية والإيمان ونفي الشرك والقلوب الوجلة هذه كلها تتعلق بالجانب المعنوي، فهي لم تتكلم مثلا عن أنهم يحافظون على تفاصيل الصلاة من ركوع وسجود، ولا عن إيتاء الزكاة، ولا عن أي شيء من السلوكيات المادية، بل هي تركز على الجانب المعنوي. فحتى عندما ذكرت يؤتون ما آتوا وهو وصف لشيء مادي، لكنها ركزت فيه على الجانب المعنوي، وهو أن قلوبهم وجلة، لأن ليس كل من آتى المال مثلا سيكون قلبه وجلا عندما يدفعه. بينما قارن صفاتهم المعنوية هذه بصفات المؤمنين المادية العادية، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فكما هو واضح فصفات المؤمنين مادية، وحتى صفة الخشوع هنا أثبتت في سلسلة حلقات الصلاة أنها تعني السكون في الصلاة، بمعنى قلة الحركة من غير داع، أي يمكنك الحكم على فلان بأنه مؤمن من خلال ظاهره، ولا تحتاج إلى الشق عن قلبه لتعرف ما فيه، لأن هذه هي صفات المؤمنين، فبمجرد اتصافهم بهذه الصفات المادية الظاهرية
فقد انتسبوا إلى مجتمع المؤمنين، أما القلوب فالله أعلم بها. أما السابقون فصفاتهم معنوية لأنها تمثل المستوى الأعلى من الإيمان، ولا يمكنك الحكم عليهم بالتالي وأن تصنف هذا بأنه سابق أم لا، بل هذا من اختصاص الله سبحانه، فهو أعلم بما في القلوب. وإنما أنت بالنسبة لك فكل المجتمع المؤمن فيه مؤمنون. ومن خلال هذه المقارنة نستنتج أن السابقين ليسوا هم من أتوا قبل غيرهم في الزمان، فأولئك هم الأولون، من أتى أولا، وإنما السابقون هم من تفوقوا على غيرهم في صفات معنوية أخلاقية عظيمة. لذلك يمكننا القول بهدف التبسيط بأن الأولين هم الذين جاءوا في خط بياني عرضاني، وفي نقاطه الأولى أو في جزئه الأول، بينما السابقون فهم الذين جاءوا في خط بياني طولاني، وذلك في نقاطه العليا أو في جزئه العلوي. فكأنما الأولون متواجدون في طريق وهم واقفون في أوله، بينما السابقون فكأنما يقفون على جبل في قمته. فعبارة السابقون الأولون إنما اشترطت في البداية أن يكونوا عظماء في أخلاقهم، ثم اشترطت شرطا إضافيا، وهو أنه من بين هؤلاء العظماء أخلاقيا أن يكونوا أول من أسلموا وآمنوا. بالتالي فالكلام ليس عن كل الصحابة بما فيهم المنافقين والقتلة والزنا، وإنما فقط عن العظماء منهم أخلاقيا، والذين كانوا أيضا من أوائل من أسلموا. ولهذا جاء السبق الأخلاقي قبل الأولية الزمانية، لتفهمك الآية أن لا قيمة لمن أسلم أولا إن لم يكن عظيما في أخلاقه. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ففرعون وأمثاله بدلا من أن يستغلوا النفوذ الذي بأيديهم ليكونوا متفوقين أخلاقيا استكبروا فاستحقوا العقاب. وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لذلك السابقون امتازوا على أصحاب الميمنة بأنهم هم المقربون، لأنهم لم يكتفوا بأعمال صالحة عادية، بل كانوا يسرعون في كل فضيلة. ولو كان السابقون هم أول من أسلموا لكان القرآن خاصا بهم، فما نفع أن ينقل لنا أخبارهم ويشعرنا بالحزن أن فضيلة أن نكون من الأوائل الذين أسلموا، هذه الفضيلة أن تكون قد فاتتنا وأنها قد ضاعت منا من غير ذنب ارتكبناه، فقد كنا لم نولد بعد في صدر الإسلام. ولكن القرآن أكمل ليطمئننا أنه يمكننا اليوم أن نكون أيضا من السابقين، لأنه سبق أخلاقي وليس زماني طولاني وليس عرضاني. ولهذا أكدت الآيات على أنه ليس فقط هناك جماعة من الأولين هي من السابقين، وإنما أيضا في الآخرين هناك جماعة من السابقين، وإن كانت أقل عددا، حيث قالت وقليل من الآخرين. لكن بما أن السابقين هم موجودون دائما منذ بداية الإسلام إلى يوم القيامة، فلماذا تم تمييز السابقين الأوائل منهم؟ السبب هو أن تكريمهم هو دعوة لنا لنضحي مثل ما ضحوا في سبيل الدين، أي ليكونوا قدوة لنا في هذا الجانب. ولا يعني هذا أن نقلدهم في أفعالهم حرفيا كما يدعي السلفية، بل هذا ما سنثبته في حلقة مخصصة لفهم معنى الاتباع. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا. وبما أن السبق يكون في مجال منافسة، بينما الأولية
فهي مسألة لا يد لك فيها، فأن تسبق في الأخلاق فهذا نتيجة مجاهدتك لنفسك، أما أن تأتي أولا فأنت لا يمكنك أن تحدد تاريخ ولادتك، ولا أن تضمن أن لا يكون هناك من أتى قبلك إلى مجلس ما. لهذا كله فالسابقات هنا تعني أنهن سيكونون الأفضل في ذلك اليوم المستقبلي في مجال تنافس غيبي يكون ما وراء المادة، أي كما هي الأخلاق والنوايا الصادقة تعتبر اليوم مفاهيم تنتمي إلى ما وراء المادة وليست شيئا يمسك باليد، فكذلك ما ينتمي للعالم السماوي هو ما وراء المادة، أي تلك السابقات سيوصفن بهذا الوصف لأنهن سيتفوقن في عمل كوني معين في ذلك اليوم. وبما أن كل ما ذكرناه إلى الآن أكد لنا أن الفعل سبق هو من التفوق الطولاني، لذلك لو أتى هذا الفعل لوحده من غير أي حرف جر ومن غير أي مفعول فيكون بمعنى التفوق وحسم النتيجة، طبعا لصالح الذي سبق. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون، أي لا يظن أنهم سينتصرون ويتفوقون. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي لولا هذا الكتاب الذي حسم المسألة بسبب تفوقه على كتب كل الخلق بما فيهم حتى كتب المخلوقات السماوية لنالكم العذاب. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وهنا الفكرة ذاتها. ولكن في حين أن الآية السابقة لم يكن ينفع فيها سوى تدخل الله بنفسه، كان القضاء بينهم هنا يكفي فيه كلمة من ربك تتفوق في وزنها على كل كلمات من هم دون ربنا مرتبة. كذلك أتى الفعل سبق مع حرف اللام، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فلأن الملأ الأعلى هو صاحب الكلمة العليا من بين عدة جهات سماوية في من يقرر أن جماعة تدخل جهنم ومن لا تدخلها، فبما أن الملأ الأعلى هو المتفوق من هذه الجهة فقد صدر القرار عنه تحديدا بأن تكون لهم الحسنى، ولذلك فهؤلاء المؤمنون في ذلك الموقف مبعدون عن جهنم. قد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، كذلك هنا الفكرة ذاتها، وهي صدور قرار لصالح عباد الملأ الأعلى، وهو أنهم سيكونون منتصرين، وذلك لأن كلمة الملأ الأعلى هي العليا في هذا المجال. وبما أننا لطالما أثبتنا أن الملأ الأعلى يتعلق بالأخذ بالأسباب، فهذا يذكرنا أن انتصار هؤلاء العباد ساهم فيه سعي العباد أنفسهم إلى النصر، فهم لم يناموا وانتظروا النصر من الملأ الأعلى،
وكذلك الشيء نفسه عندما قرر الملأ الأعلى إبعاد تلك الجماعة المؤمنة عن جهنم، فذلك بناء على ما قام به هؤلاء المؤمنون من مجاهدة أنفسهم ليلتزموا بالدين. والتفوق المذكور في الآيات السابقة بين الجهات السماوية ومن هم تحتها مرتبة يشير إلى النظام الدقيق الذي تحكمنا من خلاله كل تلك الجهات، حيث لكل جهة وزنها المحفوظ، فلا تتساوى قوة جهتين تمام التساوي حتى لا يتنافسا ولا تتعارض قراراتهما، وإنما هناك تسلسل هرمي يحفظ لكل قوة وزنها تحت قوة أخرى. وهذا يؤكد ما قلناه في بحوث الألوهية وكيف أن لا تعارض بين طبقات المنظومة الإلهية الواحدة ولا منافسة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أي بما أنهم يسارعون في الخيرات فقد أضحى وجودهم في هذه الأرض في حد ذاته هو دعم للخيرات، أي يصب في صالحها. وهذه الآية سنتوسع في شرحها في حلقة الفعل سرع. أما الفعل سبق لو جاء معه مفعول به، وذلك من مثل أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فالمعنى هنا أي أن يتجاوزون ويتفوقوا علينا، فالتفوق هنا ليس أخلاقيا وإنما تفوق في القدرة. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، كذلك هنا لن يستطيع أحد أن يتفوق على الأجل المحدد له، وبالتالي لن يستطيع تجاوزه. كذلك أتى الفعل سبق بصيغة المبني للمجهول أي مسبوقين، وجاء معه الحرف على، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، أي لا يتفوق علينا أي مخلوق في قدرتنا. ولكن أي قدرة هذه؟ في أي مجال؟ هنا كانت مهمة الحرف على لكي يحدد المجال، والذي هو تبديلهم بغيرهم، ليصبح المعنى كله لن يتفوق علينا أي مخلوق في مجال القدرة على تبديلكم بغيركم. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. هنا سبق الحرف على كلمة مسبوقين، وذلك ليرتبط بالقدرة التي قبله، أي أن مسبوقين هنا أتت من غير حرف على، فهي تعني التفوق عموما، أي لا أحد من الخلق يتفوق على الملأ الأعلى في شيء. كذلك أتى مع السبق مفعول به، ولكن أتى السبق على وزن فاعل أي سابق. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، أي مهما كانت المنافسة بين الليل والنهار إلا أنها لا تؤدي إلى أن ينتصر الليل على النهار فيدخل في مجاله. كذلك أتت كلمة سابق ذاتها، ولكن هذه المرة مع حرف إلى، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أي تفوقوا على غيركم لتستحقوا هذه المغفرة وهذه الجنة، وتفوقكم على باقي أهل الأرض إنما يكون بأن تؤمنوا بالله ورسله. وقضية الإيمان برسل الله جميعا دون تمييز بينهم، هذه لا يؤمن بها أكثر أهل الأرض اليوم، فاليهود والنصارى لا يؤمنون برسولنا، فما بالك بباقي أهل الأرض؟ بل هناك من يفضل نبينا على كل الأنبياء وهم أكثر المسلمين اليوم يفعلون هذا الفعل، فهذا أيضا غير جائز. وإنما نقول أن لكل نبي ولكل رسول ميزته عن غيره، ولكن كل واحد يكمل الآخر في النهاية. كذلك جاء الفعل سبق مع مفعول به،
ومع حرف إلى في آن واحد. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به؟ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. أي لو كان هذا الكتاب كتابا قيما ثمينا لكنا نحن أكثر من طبق تعليماته، ولكنا بالتالي تفوقنا عليهم في الالتزام به. كذلك أتى الفعل سبق مع الحرف على، وذلك لبيان أن القرار قد حسم المسألة، ولكن ليس لصالح فلان هذه المرة وإنما ضده. قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. هاتان الآيتان توضحان أن القول كان قد صدر بحق الكفار، وتفوق على غيره من الأقوال التي سنشرحها في حلقة متخصصة، ولكن تفوق هذا القول لم يكن في صالح الكفار بل ضدهم فغرقوا. أما كلمة سابق فجاءت مع حرف الباء كما يلي: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أي أن التزامه الشديد بالخيرات كان هو السبب في تفوقه على غيره أخلاقيا. كذلك جاء الفعل سبق مع حرف الباء أيضا، ولكن بارتباطه بمفعول به في الوقت ذاته. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ أي أن الشذوذ الجنسي موجود منذ زمن بعيد، ولكن لم يكثر قوم من السقوط فيه أكثر منكم، فأنتم تفوقتم على غيركم في مقدار الرذيلة، أي أن هناك تفوقا إيجابيا كالسابقين من الصحابة ومن غيرهم الذين مروا معنا في بداية الحلقة، وهناك تفوق سلبي كالذي يتفوق في المعاصي فيستحق العقاب الأكبر، لأن التفوق في النهاية هو زيادة في مقدار، فالمقدار من الممكن أن يكون إيجابيا أو سلبيا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كذلك هنا أولئك آمنوا قبل هؤلاء، لذلك عندما لم يكونوا مؤمنين كان أولئك في ذلك الوقت متفوقين عليهم بما أنهم مؤمنين، وهم لم يكونوا مؤمنين، فالآن بعد أن آمن هؤلاء يجعلون أولئك في دعائهم. ولكن لماذا لم يقولوا اغفر لمن آمنوا قبلنا؟ والجواب لأنهم يريدون تخصيص الدعاء بالصادقين من المؤمنين، أي بالمتفوقين أخلاقيا وليس بكل من آمنوا قبلهم. فالذين آمنوا قبلهم قد يكون بعضهم آمنوا بالظاهر والله أعلم بحقيقتهم، وإنما هم يريدون حصريا السابقين منهم. أما الفعل استبق فيختلف عن الفعل سبق، بأن سبق هو تفوق شخص في مجال ما عن غيره من الأشخاص، وذلك سواء كان ذلك نتيجة انخراط في منافسة وتحد بينه وبين غيره، أو من غير أن يخوض أي تحديات، لأن سبق يتكلم عن النتيجة، أما استبق فهو تحديدا انخراط في عملية تحد وتسابق ومنافسة، وذلك بغض النظر عن نتيجة هذه المنافسة. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر. استباقهم الباب دليل على أن كل ما أتى بهذه الصيغة فهو يريد الإسراع ليصل إلى هدفه قبل الآخر، من مثل أن يصل إلى الباب قبله. وبالتالي إخوة يوسف كانوا هكذا أيضا يستبقون، بمعنى يتسابقون للوصول إلى هدف ما من قبيل اللعب ونحو ذلك. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات،
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. كذلك هنا كل منا عليه ليس فقط أن تكون الخيرات ضمن طموحه، بل يطمح أن يصل إليها قبل غيره أيضا. فالقرآن إجمالا لا يركز فقط على الفضائل والإنجازات العظيمة، بل يركز أيضا على مسألة السرعة، أي مسألة الوقت، فهو يشجعك على استغلال كل دقيقة من حياتك فيما هو نافع، بل في الأكثر نفعا لو استطعت. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. وبهذا نكون قد وصلنا إلى الجواب عن السؤال الذي طرح في بداية الحلقة، وهو أن استباقهم الصراط هنا هل يعني أنهم وصلوا إليه في هذه المرحلة أم ما زالوا بعيدين عنه وهم يتنافسون من يصله أولا؟ وبهذا تبين معنا أنهم كانوا هنا يتسابقون لكي يصل الواحد منهم إلى الصراط قبل غيره، ولكن الآية لم تضمن أن يكون الكل سيصل إلى هذا الصراط في النهاية، وإنما سنرى مستقبلا كيف أن بعضهم لم يستطع أن يكمل الطريق وثبت في مكانه. وبهذا نكون قد تقدمنا خطوة جديدة نحو فهم اهدنا الصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين.